مسألة رقم 243. المسألة بتقول ايه؟ for the inclined tube manometer، للانكلايند تيوب مانومتر، المانومتر اللي قدامنا ده اللي هو المايل. figure B2.43 the pressure in the pipe A is 4.1 كيلو باسكال. يبقى انا هنا عندي بايب، يبقى دي بايب طويلة كده ودي بايب تانية. البايب دي البريشر جواها بيساوي 4.1 كيلو باسكال. the fluid in both A and B is water، يبقى الفلويد الموجود في ال A واللي موجود في ال B الاتنين مية. and the gauge fluid in the manometer has specific gravity of 2.6. عندنا fluid تالت في النص بينهم هنا ليه specific gravity بتاعته بتساوي 2.6. what is the pressure in pipe B corresponds to differential reading shown. يعني بيقول لك شوف لي قيمة البريشر عند البايب B لو كل حاجة زي ما هي موجودة في المسألة كده. هو مدينا البريشر عند A ومدينا مجموعة الأبعاد بتاعتنا، فبالتالي نقدر نجيب البريشر عند B. طيب نبدأ نكتب اللوكيشن دلوقتي. عندنا نبدأ بالبريشر عند A. أول حاجة نبدأ نحط نقط التساوي بتاعتنا، واحد واتنين هنا دول متساويين الضغط لأنهم في نفس الفلويد وعندنا نفس الليفل. هنبص نبدأ بنقطة A، عندنا ال BA هننزل 7 من 100 في الجاموتر، وبعدين هنطلع هنا الجزء ده هيبقى جاما الفلويد اللي معانا ده. طبعا احنا ما بنطلعش على المايل، احنا بنطلع على الرأسي، تمام؟ لان ايه، احنا عندنا الضغط بيتغير رأسيا، فتغير المايل هو تغير الرأسي، فبالتالي احنا طالعين لفوق الضغط بيقل، الضغط بيقل فيبقى سالب جاما فلويد في ال ساين 30. ال ال ده اللي هو 2 من 10. وبعدين هنطلع جوه الفلويد الاخير اللي هو الميه برضه سالب، ونضرب فيه 7 من 100. ده كله بيساوي مين؟ بيساوي البريشر بتاع البي. يبقى كده معانا الايكويشن. عايزين ايه؟ عايزين قيمه البي بي. هنبص هنلاقي ان احنا عندنا ده جاما ووتر في 7 من 100 وده جاما ووتر في 7 من 100 هيتشالوا سوا، فبالتالي البي اي بتساوي 4.1، ونعوض عن الجاما فلويد دي هتبقى سبيسيفيك جرافيتي في مين؟ في الجاما بتاعت الووتر طبعا بالكيلو، هتبقى بالكيلو نيوتن على المتر المكعب، هتبقى 9.8. ال A اللي هي 2 من 10 وساين 30، ده كله بيساوي البريشر عند البي. فإذا أنا أقدر أحسب دول هيطلعوا لي، يطلع البي بي ده بواحد ونص أو 1.55 من 100 كيلو باسكال.